فيها صاحبتي، فيها كل شيء. كنتمنى بنتي باش ترجع في ما كانت ترجع لي بنتي. كنتمنى وقت ترجع، وما تخاف من حتى شي حاجه، ما تخاف من حتى شي حاجه، غير رجعنا تكون سالمه. الحبيبه ديالي رجع لداركم، ولا عند شي واحد يحن فيا، يحن فيا ويحن في هاد الام، ويطلق لي بنتي، ما يخاف من حتى حاجه. مشينا عند الشرطة، كيهضروا معنا على أساس أنها هي اللي طايشة سن مراهقة قدرت تخرج من حافظة القرآن. هذه باقا طفلة، أنا كنسميها باقا طفلة، ماشي شابة أو فتاة. حنا يا بيدنا كنا كنفتحوا المواقع ديال التواصل وكنشوفوا الناس وكنشوفوا حالات الاختفاء وكنقولوا الله يحسن العون، حق ملي عشنا المأساة عاد حسينا بيهم، كيفاش كانوا كيكونوا بلا نعاس، كيفاش كيكونوا ما كيقدروش ياكلوا، راه ماشي سهلة. أنا أم ديال نعمة، بنتي خرجت نهار 3 مع 2:30 مشي مدرسة ما رجعتش، كانت سنة مع 4 على 4 باش تجي ما رجعتش. اتصلت بخالتاتها كاملين قالوا لي ما جاتش عندنا نعمة. بديت كنعمل اتصال أصدقاء ديالها حيت حكم التليفون خلاته في الدار، التليفون ديالها هو ديالي أنا. كنتمنى بنتي باش ترجع فيما كانت ترجع لي بنتي. بنتي إلا كانت طايشة حمقى سن مراهقة ميهم فيما كانت بنتي. نهار 28 في الشهر مشات بنتي فيما كانت. أنا بغيت بنتي، ما بغيت شي حاجة، بغيت بنتي. كيفاش كانت علاقتك بنتي؟ علاقتي بنتي فيها أختي، فيها صاحبتي، فيها كل شيء. هات بنتي ما نعاود نصفلك شي الحالة ديال بنتي. أنا راه مسعية من 8 بنتي عندي من فوق 9 سنين عاد فرحت بزيادة ديالها، راه 8 سنين ولا 9 سنين وانا كنولد وكيموت ولي، يعني عندي واحد العلاقة ما بيني وبنتي راه ما يوصفها حتى واحد. انا بنتي الحبيبة، يا ريت كنت تسمعني، اجي فحالكم من داركم فيما كنتي يا بنتي، فيما كنتي ما تخاف حتى حاجة بنتي. بنتي الله يهديك، الله يرد بك الخير ويرزق عليا الصبر. أنيمة أنيمة المرضية الحبيبة ديالي رجع لداركم، ولا عند شي واحد يحن فيا، يحن فيا ويحن في هاد الأم، ويطلق لي بنتي، ما يخاف من حتى حاجة. شنو يكون طريلة الله أعلم، علمو لله. كاع صحابات عيطت لهم حكت التليفون ديالها هو ديالي، كتخبى عليا حتى شي حاجه، حتى حاجه. كتخرج بوحدها ما تحش؟ لا، كنخرج انا وياها، كندخل انا وياها، كنسافر انا وياها، كنمر حالات انا وياها، اي حاجه انا وبنتي. ما كنفرقش انا بنتي، ما كنفرقهاش. يعني بنتي ملي مشات قرات واحد 3 سنين في كازا ما عجبتهاش القرايه في كازا، مرتاحه مع عائلتها هنا في طنجه، كتعمر هنا في طنجه مع خوالاتها، مع ولد حبيباتها، مع ولد خالتها، بنيتها تطلع بقده، يعني علاقه بعائلتها في طنجه اكثر ما هي في كازا. يعني هي ارتاحت ومجاب واحد الفرحه، يعني يلا دابا ما كملناش شهرين مدرسه بالضبط عندها فيها شهر و18 يوم باش قرات في هذه المدرسه هذه اللي فيها انا، بواحد الفرحه وبواحد الحب مجا فوسط عائلتها، وما عرفتش بنتي شنو وقع لها، ما عرفتش. ما عرفتش يعني فرحانه بالجلابه ديالها، بالصك ديالها، بالسبرقاطه ديالها، سبرقاطه 23 فرنك بيدها، فرحانه خرجت، فرحانه مع بنت دخلتها. يعني كتوجد العيد، كتوجد الان واحد المفاجاه قليله، هي نهار السبت عندها عيد ميلاد، عندها هي بالحد بالضبط نهار السبت كتوجد له وتعمل مفاجاه باش غيجيو يفطروا عندي وتعمل مفاجاه. كنوجدوا انا وبنتي وكنخطوا انا وياها، مشيت عملت الشكايه المره الاولانيه، كيقولوا لي السير ربما تكون عند شي صحاباتها وترجع، سايس مع بنتك تكون مع شي صاحبتها وترجع. مشيت المره الاولى، ومره الثانيه مشات خوتي، مشاو من مورايا انا بلا علمي، انا
تجباها عاد استقبلوا ديكلاراسيون ديالنا حنايا. السلام عليكم، معكم الخالة ديال نعمة حاسب. أنا الخالة ديالها، أنا كنهضر نيابة على الأم ديالها، حيتاش الأم ديالها فواحد الحالة حرجة بزاف، هي هي الأخت ديالي. أنا كنهضر وكنقولها وكنعاودها، حنايا البنت ديالنا خرجت من الدار يعني بواحد الحالة اللي ماشي عادية، ما فهمناش حتى شي حاجة. العيلة فرحانة، نشطانة، ضحكنا، قصرنا، خرجنا، شرينا الحوايج، ما كاينش شي علامة كتدل على شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. وكون كان عي عندها الهاتف ديالها خاص بها، كنا قولوا أن يقدر يكون عندها علاقات، يقدر يكون شي واحد عمل شي حاجة في الدماغ ديالها، يقدر شي واحد مثلا بغى يهيج على شي حاجة، يقدر شي واحد عمر لها دماغها شي حاجة ماشي هي هذيك. ما يمكنش، هي عندها التليفون هي والأم ديالها، يعني التليفون واحد. ملي كتمشي مدرسة كتكون بلا تليفون، ملي كتجي للدار كتشبر التليفون عادي، يعني كتكون كتابيه عادي مع الأصدقاء ديالها في المدرسة، عندك جروبات كيسردوا لها التمارين. ورغم ذلك حنا دائما متابعين التليفون. ودابا حاليا ملي خرجت ما داتش معها التليفون، التليفون بقى هنايا، وتينا المخزن وعطينا البوليس، ومشينا عند الشرطه كيهضروا معنا على اساس انها هي اللي طايشه سن مراهقه قدرت تخرج. ولكن مستحيل تبقى 8 ايام في الزنقه، راه هذا رمضان، راه حنا في الشهر المبارك، شهر ديال رمضان، كل واحد كيتجمع في داره، كل واحد كيتجمع على الطبله ديالو هو وليداته وعائلته. راه ما يمكنش هاد العائله اش كتاكل، اش كتشرب، فين كتنعس، فين كتبات، ما يمكنش. وعاد الا جينا نشوفو ما نحسبوش 8 ايام، نحسبو 8 ايام بالليل وبالنهار، هي 16 يوم. يعني هاد البنيته في كتبات، في كتعيش، في كتكون، شو حنايا ما شاكين حتى في شي واحد. ولكن رغم ذلك كنقولو شو الا كانت بنتنا العقل دطيش وخارجه، الله يهديها والله يرد بها، مستحيل تبقى في الزنقه بوحديتها. يقدر شي واحد يكون تلقاها عمل لها تنويم مغناطيسي، هاد السماوي اللي رجع دابا وهادشي، لان الصراحه كنسمعوه بكثره. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وكنقول لك أنعمة، أنا خالتك، وشو نيابة خالتك وعزيزك وجدك وحبيبك وعائلتك وكل شيء، كنتمنى وك ترجع وما تخاف من حتى شي حاجة، ما تخاف من حتى شي حاجة، غير رجعنا تكون سلمة. وإلا تلقات بشي ولد الناس ولا بنت الناس ولا عائلة، عافاكم وردوا لعقلها وجيبوها لنا، وحنا يا شتي كنوعدكم ما عاملين حتى شي حاجة. والأم ديالها في واحد الحالة يرثى لها، وديك الناس اللي كينزلوا في فيسبوك وكيقولوا هذا كذوب، راه حرام. شو حنا بيدنا مسلمين، وحنايا بيدنا كنا كنفتحوا المواقع ديال التواصل وكنشوفوا الناس وكنشوفوا حالات الاختفاء وكنقولوا الله يحسن العون، ودائما كنقولوا الله يحسن العون، وكنعيشوا حياتنا، كنستمروا فيها، كنعيشوا ناكلوا نشربوا نخرجوا. بحق ملي عشنا المأساة عاد حسينا بهم، كيفاش كانوا كيكونوا بلا نعاس، كيفاش كيكونوا ما كيقدروش ياكلوا، راه ماشي سهله. وشو حنايا في هذه الدنيا كل أسرة متعرضة بزاف الحاجات، راه اللي خرج من الدنيا ما خرج من عيبة، وحنا عندنا وليداتنا وكاملين بينا عندنا ولادنا، حتى أنا عندي بناتي، أختي أخرى عندها بناتها، أنتي هنا عندك بناتك، أي أم عندها ولادها في الدنيا، حتى شي واحد ما عارف راسو شنو يقدر يوقع، فراه مشات عين ما تقدرش تقدر توقع شنو يقدر يوقع لك. حنا عملنا الإجراءات مع الشرطة، لأن الشرطة خصها تتكلف، واخا تكون هي طايشة، خصنا نعرفوا هاد البنيته فين، حيت ماشي كبيرة، لو كانت كبيرة قولوا عائلة كبيرة بغات تعيش حياتها، بغات تخرج، بغات تعمل، هادي لا، هادي باقا طفلة، أنا كنسميها باقا طفلة، ماشي شابة أو فاتت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.